نجم ودوما تسلينا طوبيك اثبت وابوه والكل يرافقنا. تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد الغدر والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها يا نور العفو عمو يزيد. تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد. مساء الخير يا أطفال. أوه إيش حركم شابين اليوم؟ شكون يدير لكم هذا المكياج عمو حميد؟ برافو 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 يا أطفال. إذا مرحبا بكم في حصتكم المفضلة مع عمو يزيد، تحبوها؟ إذا مرحبا بكم، والأطفال اللي يشاهدوا فينا ثاني نقول لهم مرحبا بهم. إذا يا أطفال كما عودناكم في كل مرة نتكلموا على أيام دولية وعالمية مفيدة ومهمة في حياتنا. بالمرات هذه الأيام الدولية والعالمية مفيدة مباشرة، وبالمرات مليح أننا نتوقف ونتكلم ونتفكر شرائح أخرى من المجتمع ودوليا كذلك. في هذه الفترة هذه كاين يوم عالمي توقفوا فيه ضد أنه يكونوا الأطفال يكونوا جنود. على بالكم بلي كاين أطفال في السن متاعكم هما جنود، يعني في جيوش وفي ميليشيات في العالم يعني. إذا نتوقفوا اليوم باش معلش طار يحب يطير. إذن نتوقفوا اليوم ضد هذه الظاهرة هذه وهي الأطفال الجنود. إذن يا أطفال كما عودناكم اليوم راح نطرح عليكم لغز اللي هو لغز اليوم، وكذلك الأطفال اللي راهم يشاهدوا فينا يقدروا يشاركوا معنا بهذه الطريقة. إذا حبيت تجاوب على اللغز ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمو يزيد.com تضغط على زرار جاوب على اللغز تملأ الاستمارة. ما تنساش رقمك الهاتفي بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. حد سعيد. إذن لغز اليوم يقول ترى كل شيء ولكن ليست لها عيون. ترى كل شيء ولكن ليست لها عيون، ما هي؟ إذن فكروا معنا إلى غاية نهاية الحصة. اليوم يا أطفال ككل مرة كلفنا إكرام باش يدير لنا بحث عن المجاهد الشهيد أحمد بوقرة. إذن إكرام تفضلي. مساء الخير يا أطفال. اليوم جيت نحكي لكم على حياة الشهيد أحمد بوقرة. ولد الشهيد أحمد بوقرة المدعو سي محمد سنة 1926 بخميس مليانة من عائلة محافظة متوسطة الحال. تبع تعليمه الابتدائي بالمدرسة الفرنسية وحفظ القرآن الكريم ومبادئ الدين الإسلامي، ثم رحل إلى تونس للدراسة بجامع الزيتونة سنة 1946. وجد في الكشافة الإسلامية الجزائرية المهد الذي يبدأ من خلاله نشاطه الوطني، فانضم إليها وعمره 16 سنة. انخرط في صفوف حزب الشعب سنة 1946، ثم بحركة الانتصار للحريات الديمقراطية. اعتقلته السلطات الفرنسية مرتين، الأولى في 8 ماي 1945 لنشاطه في مظاهرات 8 ماي عام 1945، والثانية سنة 1950. وصل نضاله سريا مدركا بحسه الوطني أن الثورة المسلحة هي السبيل الوحيد الذي يمكن الشعب من حريته، فانطلق ينظم المقاومة في جبال عمرونة وثنية الحد ومناطق أخرى. منذ انطلاق ثورة أول نوفمبر تقلد مهاما مختلفة، حيث رقي إلى رتبة مساعد سياسي سنة 1955، ثم كلف بمهمة الاتصال بين العاصمة وما يحيط بها. شارك في العديد من المعارك، واعترافا من المسؤولين بهذا النشاط رقي سي محمد إلى رتبة رائد، وهذا ما أهله لأن يحضر مؤتمر صمام المنعقد في 20 أوت 1956 الذي كان فيه سي محمد بوقرة واحدا من الفاعلين الحقيقيين في صنع أحداثه. لم يكن سي محمد رجلا عسكريا فحسب، بل كان لشخصيته بعدا اجتماعيا تمثل في النشاط الذي كان يقوم به من أجل تحقيق التلاحم بين المناضلين القادمين من الأرياف والمدن. رقي سنة 1958 إلى رتبة عقيد قائدا للولاية الرابعة.
برافو 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 إكرام، برافو 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 إكرام. يا أطفال، شكون اللي يعرف النوتات الموسيقية؟ تعرفوا النوتات الموسيقية؟ شكون اللي يعرف؟ تعرفهم؟ قول لي تشوف واش هما؟ الأب والأم لا لا، النوتات الموسيقية، النوتات الموسيقية تعرفهمش؟ معليش، شكون اللي يعرف النوتات الموسيقية؟ دوري، تعرفهم؟ شكون اللي يعرفهم؟ بس نشوف. أروحي قولي لي، قولي دوري مي فا صول لا سي. عاوديهم، دوري مي فا صول لا سي. فوالا، تعرفهم يا أطفال دوري مي فا صول لا سي؟ تعرفهم أنت؟ قولي دوري مي فا صول تي. عاودهم عاودهم، دوري مي فا صول لا سي. دوري مي لا فولا سي. برافو برافو برافو. واش رايكم يا اطفال؟ تعرفهم انت؟ اي قول لي. اي دوري مي فا صول لا سي. عاودهم، دوري مي فا صول لا سي. برافو برافو برافو. واش رايكم يا اطفال؟ عمو يزيد دار لكم أغنية على هاد النوتات الموسيقية، دوري مي فا صول لا سي. تغنوا معايا؟ يلا. دوري مي فا صول لا سي دو معروفة عبر الأزمان، فبها نغني نحن ونشدو وكم تحلو بها الألحان. دوري مي فا صول لا سي دو معروفة عبر الأزمان، فبها نغني نحن ونشدو وكم تحلو بها الألحان. دوري مي فا صول لا سي دو دو سي لا صول. تلحن بها الكلمات، فبها نميز كل مقام وكذا طبقات الأصوات. هي سرها الأنغام وتلحن بها الكلمات، فبها نميز كل مقام وكذا طبقات الأصوات. دو ري مي فا صول لا سي دو دو سي لا صول فا مي ري دو. بخطوط مرسومة بطول، يدعى السلام الموسيقي ويبدأ بمفتاح صال. نكتبها على الورق بخطوط مرسومة بطول، يدعى السلام الموسيقي ويبدأ بمفتاح صال. دو ري مي فا صول لا سي دو دو سي لا صول فا مي ري دو. لا تنساها واحفظها، وإن كنت حقا شاطر فهيا معي نرددها. فاذكرها وتعلمها لا تنساها واحفظها، وإن كنت حقا شاطر فهيا معي نرددها. دو ري مي فا صول لا سي دو دو سي لا صول فا مي ري دو. دو ري مي فا صول لا سي دو معروفة عبر الأزمان، فبها نغني نحن ونشدو وكم تحلو بها الألحان. عجبتكم الأغنية؟ برافو 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 برافو. يا أطفال، تحبوا الألعاب السحرية؟
يلا تحية لعمو يوز. خير يا أطفال، الآن نقدمكم واحد اللعبة. هذه اللعبة يعطيها الحلقات الصينية، الحلقات هيا ركزوا مليح وتبعوا وحسبوا. شكرا يا اطفال، واش رايكم؟ تحبوا حكايه عمو يزيد؟ عبوا يلا معايا نحكي لكم اليوم حكايه النحله المخادعه. يلا معايا. شكرا يا اطفال، شكرا. اذا كما وعدتكم راح نحكي لكم حكايه النحله المخادعه. على بالكم يا اطفال انه النحل كي يخرج من الخلايا نتاعو يروح في السراب، يروح الى الازهار باش ينحي منها الرحيق. يا اخي اذا كانت واحد النحله كسوله مع هذاك السراب، كي يروحوا يلحقوا الازهار واش دير هي؟ تروح تتخبى في واحد الزهره شويه بعيده هكذا، وتقعد تما مكسله هكذا، وتقعد مره تقصر مع واحد الفراشه وكامل الفراشه، تقول لها اش ما كاينش تخدمي، تقول لها ما الفائده، انا العمل تاعنا كامل، الاخرين اللي يستفادوا منه، احنا ما نستافدوا والو.